المتميزون ثروة وطنية وطاقات مبدعة تساهم في النهوض بالمجتمع. وفي إطار تعزيز دور الطلاب المتميزين، بدأت المرحلة الأولى لمسابقة الدخول إلى المركز الوطني للمتميزين لانتقاء الطلبة الأكثر تميزاً في جامعة تشرين باللاذقية. هي المرحلة الثانية من اختبارات القبول في المركز الوطني للمتميزين، نتمنى لطلابنا أن يجتازوها وهم قادرين على ذلك. الأسئلة بطبيعة الحال تختبر على الذكاء بشكل واضح وكبير. من مجموع هؤلاء الطلاب الذين سيتأهلون سيكون هناك مجموعة من الطلاب سيخضعون لمقابلات شخصية لانتقاء 75 طالب وطالبة لارتياد حتى يتمكنوا من ارتياد المركز. طبعا مشروع المركز الوطني للمتميزين به التميز والإبداع يتجه نحو خلق جيل من الباحثين الشباب. هذا الشيء يحتاج إلى طلاب بتفكر out of the box، خارج الصندوق. ما عاد بدنا تفكير تقليدي، بدنا طلاب عنده قدرة على الإبداع، تميز بإيجاد الحلول، بحلول نوعية، حلول فريدة. هذا الشيء بيحتاج لاختبارات نوعية أيضا. أنا اخترت المركز الوطني للمتميزين لأنه هو بيقدم فرص كثيرة للشخص وبيفتح له أفاق واسعة. بتوقع أنه مركز المتميزين بيقدم لي أفضل الخيارات مشان نكون طالب مميز وفي البلد. بيعطينا مجالات أوسع بالمستقبل، بيعطينا رعاية أكبر من المدارس العادي، كمان بيفتح لنا مجالات أوسع بالمراحل المتقدمة من الدراسة. الأسئلة تمام سهلة يعني. اخترت المركز لأن المركز بيقدم لي خيارات منيحة مشان يتقدم دولي بالبحث العلمي ونفيد الوطن. يهدف المركز الوطني للمتميزين إلى إعداد ثروة وطنية مبدعة وتحقيق التنمية في كافة المستويات وتوفير بيئة تعليمية ونفسية وتربوية لتنمية المهارات والقدرات للرقي بالمجتمع وازدهاره.